إنه الشفاء الذاتي. الحقيقة الشفاء الذاتي هو عملية طبيعية تجري في جسم الإنسان والكائنات الأخرى تؤدي للتعافي والعودة للحالة الطبيعية، ويتم ذلك دون تدخل علاجي أو دوائي. هذا النوع يعتبر من أعقد أنواع الشفاء وأفضلها. لماذا؟ إنه أسلوب طبيعي ومجاني وآمن، أيضا بدون آثار جانبية. لذلك اليوم يسعى العلماء لتطوير طرق يستطيع الإنسان من خلالها أن يشفي نفسه بنفسه. بشكل عام خلايا الجسم تتجدد باستمرار، وتتشكل مليارات الخلايا الجديدة كل يوم لتحل محل الخلايا القديمة. طبعا كل هذا يحدث من دون شعور منا. كمثال على الشفاء الذاتي، الجروح والكسور. يعني نرى أمامنا هنا لوحة للجلد وفيها جرح، ونرى أن الجرح عندما يحدث تسارع خلايا الجسد لتوليد خلايا جديدة ووضعها مكان القديمة. فالجروح من بين الإصابات التي يستطيع الجسم علاجها ذاتيا، وذلك من خلال أنسجة خاصة تقوم بتثبيت الجرح، إذ تقوم الأنسجة بضم الجرح وتشكيل أنسجة جديدة. يحتاج الجرح لمدة أسبوع كامل ليشفى وسطيا. مثال آخر، العظام. العظام مزودة بقدرة على الشفاء الذاتي. يعني مثلا كما نرى أمامنا هنا عظم حدث فيه خلل، أيضا الجسم مباشرة يقوم بتدارك هذا الخلل، وكل أجهزة الجسد تعمل على ترميم هذا الخلل، حيث يقوم العظم بتشكيل أنسجة جديدة مكان الأنسجة التالفة والمتضررة. وهكذا يتم الشفاء الذاتي للكسور. هيكلنا العظمي يجدد نفسه تماما، ويستغرق تقريبا 10 سنوات حتى تتجدد مليارات الخلايا في الهيكل العظمي. خلال عملية تجديد الخلايا يقوم الجسم بإصلاح الكثير من الأضرار. هذه الأضرار تعرض لها بسبب كسر أو بسبب جرح أو تهشم أو غير ذلك. أيضا العضلات تقوم بتجديد نفسها. يعني هنا تخيلوا شكل الإنسان من دون الجلد، سيظهر بهذا الشكل، عبارة عن مجموعة كبيرة جدا ومعقدة من العضلات. العضلات تجدد نفسها. أعضاء الجسم الأخرى مثل الكبد والمعدة والأمعاء وغيرها جميعها تتجدد، وتحتاج حوالي 3 إلى 4 سنوات لتتجدد بشكل كامل، أي تستبدل الخلايا القديمة بخلايا جديدة. عملية التجديد هذه هي شفاء ذات، لأنها تحمي أعضاء الجسد وأجهزته من الاهتراء والتلف. طبعا الجسم لا يكتفي بتجديد نفسه، بل لديه، يعني نرى هنا فيروسات. الجسم يقوم بحماية نفسه من الغزات، إنه مسلح جيدا ضد الأمراض المعدية التي تسببها الفيروسات والبكتيريا، وذلك من خلال جهاز المناعة. يعني كما نرى هنا الفيروس يحاول أن يغزو الجسد، فالجسم من خلال جهاز المناعة يمتلك أعداد هائلة من الخلايا المتخصصة في الدفاع عن الجسم لمكافحة الجراثيم المعدية والفيروسات.